لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لقاكم فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم فيديو جديد، صايبت لكم البنات هذا البواط ديال لي رونجمون زويونه كامله، صايبتها غير بوحدي هنا في الدار. فان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه اليوم. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكا تشوفوا الطريقه كيفاش صايبت بها هاد لابواط. صايبت فيها هاد الوريدات هادو بالخيط، صايبت فيها هاد الطريزه هادي. انا الصراحه هادي درتها غير على حساب الكوزينه، غندير فيها لي سيرفييت، غادي نحطها في كوزينه هكا. وحتى الا حطينا شي حاجه في كوزينه ماشي نهملوها، لا تكون شي منظر زويون. وبطبيعه الحال نخدمها بنفس الطريقه باش خدمت هاد الخديه هادي، بغيت نشاركها معكم دابا. بالنسبه للبنات اللي باقيين جداد وما عارفينش انني كنت ديجا صايبت هاد المخيطه، فهادي مخيطه صايبتها بنات بحال هكا، كتبت فيها الاسم ديالي. يمكن لكم تكتبوا اي اسم بغيتو. وحتى لهاد لابواط البنات مثلا، انا قبل كنت غنكتب فيها كويزين حقاش كنت غادي نديرها في الكوزينه، ولكن حتى الاخر وانا نقول صافي ندير هاد الرشيمات هادو حتى هما غادي يجيو حلوين وزويونين، ودرتهم. بالنسبه للبنات اللي عجبتهم هاد الخديه وبغاو يخدموا الطريقه ديالها كيفاش، فغنخلي لكم اللين ديال الفيديو باش هكا حتى هو تدخلوا تشوفوه. ندوز على بركه الله. واول حاجه غادي نحتاجوا ليها باش نصايبوا هاد العلبه هادي هو واحد التوب. ها هو اي توب كان عندكم، ويستحسن يكون سامبل باش هكا تقدروا تصايبوا به هاد الرشيمات هاد الوريدات هادو بالشكل اللي بغيتو وباللوينات اللي بغيتو. كما قلت لكم البنات، فغنحتاجوا التوب. والعنصر الاساسي غنحتاجوا هاد البواطه هادي ديال الفرشي. شو هادي البنات ديال الكلاص، كان فيها الكلاص واحتفظت بها باش هكا نصايبها باش نشارك معكم هاد العلبه. هنايا كما كتشوفوا فصايبت هنايا واحد الوريدات، هادو ان شاء الله راه غنشاركهم معكم الطريقه. خليت هاد الوريده ما صايبتهاش باش نوريكم الطريقه كيفاش تصايبوا هاد الوريدات هادو. غادي نحتاجوا مرمى، غادي نحتاجوا الخيط. بطبيعه الحال الخيط على حساب اللون اللي بغيتوا تخدموا به، فانا اختاريت الصفر والكري. غادي تحتاجوا هاد البره هادي ديال الخيط اللي كتكون كبيره، شوها. غادي نحتاجوا مقص بطبيعه الحال، وغادي نحتاجوا غرافوز. هاد الغرافوز البنات ماشي داك الغرافوز ديال الوراق، هذا الغرافوز اللي كيصايبوا به الخياطه لي كانابي واللي كيشدوا به التوب، يعني كيدخل حتى في العود. دابا ندوزوا للطريقه ديال الاستعمال. واول حاجه غادي نبداو بها، خديت القفاله ديال لابواط هي هادي، خديت التوب وقطعت واحد الكاري بحال هكا، كاري اللي غادي يجيني على قد القفاله ديال لابواط بحال هكذا. من بعد فدرتو في المرمى بحال هكا، هادي راها المرمى البنات بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش. تراسيت هكا بالسيلو وريدات بطبيعه الحال، فليكم الاختيار، يعني ديروا وريدات ولا ديروا كسبه ولا تكتبوا سميتكم، اي حاجه بغيتوا ديروها ديروها. فانا فضلت انني ندير وريدات بحال هكا، درت غير ثلاثه باش هكا ما تجينيش مشارجيه بزاف. تراسيتها هكا بالسيلو ومن بعد خدمتها بالخيط. بالنسبه للبنات اللي يسولوني على الخيط، فهاد الخيط البنات ديال تركيا. بالنسبه للطريقه ديال هاد الوريده، فانا خديت الخيط كما قلت لكم، هادي راه بره غليظه، يعني اللي غادي يدخل فيها الخيط ديال الصوفه بحال هكا. هنايا خديت خليت واحد الخويط قصير وهذا طويل، واللي طويل درت فيه واحد العقده. غادي نجي هكا لهاد القنيت ديال هاد الوريده هنا، غنخرج الابره غادي نشد الخيط هكا، غنعاود نهبط البرا ونتبع لي لاطراس ديال السيلو بحال هكا، بحال كتصيبو الطرز الرباطي غير هو بالخيط. شو غتبقاو تجيو هنا تراسيو على تبعوا لي لاطراس ودورو الخيط هكا. شو يعني دورو الخيط بحال هكذا وتخرجوا البرا، وكنتبعوا لا تراس ديال الوريده حتى كنساليوها كامله. ما شفتوا، فهادو هما الوريدات اللي صيبت، كيجيو صراحه غزالين. دابا خديت الخيط اللي في الصفر وغادي نجي هنا وغادي نصيب بالعقده الفرنسيه، غنصيب هنايا الصفر باش هكا يعطي واحد اللوين زويون. غنجي هنا غادي ناخذ البرا وغندير جوج ديال التلويات على البرا بحال هكذا، وغادي نهبط
بحال هكذا. غادي نجي هنا غنبقى نصيب العقده الفرنسيه حتى غنغطي هاد البلاصه ديال الثوب اللي كتبان في البيض. كما شفتوا فهادو هما الوريدات ديالنا. صراحه هاد السفيبر هذا جا مالكري غزال بزاف. دابا غادي نحيدها، نحيد هاد الثوب من البرمه. نحاول هاد الوريدات باش يجوني هكا في الوسط. شفتوا البنات الكاغي اللي قطعت، فكنخلي منه تقريبا هكا شي 4 سنتيم من هنا و 4 سنتيم من هنا، باش ملي ندير هكا ونكرا فيها نلقى يجيني هكا الثوب داخل هنايا، باش نلقى فاش نشدو بالكرافوز. القفله ديال لابواط من بعد ما غلفناها صراحه كتجي غزال بزاف. دابا غادي ندوزو باش نصيبو الثوب اللي غادي نصيبو في البواطه ديالنا. اول حاجه غادي نصيب فيه حتى هو واحد الوريدات، اما تصيبو وريدات ولا تكتبو كما قلت لكم شي سميه. بعد ما ساليت هذيك الرشيمه في الطرز فخديت الثوب وغادي ندوز عليه هذه الخياطه في الجوانب كاملين ديال الثوب. فهنا البنات كان راجلي هو اللي ساعدني انا اللي خطيه، حتى نتوما من الاحسن يكون معكم شي واحد باش كيعاونكم باش دغيا تساليوها. حقاش انا علاش احتاجيت راجلي باش يشد معايا الثوب؟ حقاش الثوب عندي شي شويه واقف، هذاك الشيء علاش. كما قلت لكم البنات من الاحسن يكون معكم شي واحد باش يشد معاكم هكا الثوب، وما يجيكمش ما تجيكمش الخياطه مديكاليا ويجيكم الخياطه في سطر واحد وهكا يبقى الثوب مزيان. كما شفتو البنات فها هي هكا واجده. الطريزه صراحه جات غزاله وهاد الخياطه في الجنب جات زوينه. بطبيعه الحال خياطه اختياريه، الا كان ما فيك ما هي هكا يطول الحاجه وتزيد عليك الخدمه بلا ما ديريها، ولكن هي من الاحسن كتعطي منظر زوين بحال هكا في الجناب. بغيت نقول لكم البنات اللي ما عندهمش الكرافوز فيمكن ليهم يعوضوه بلصقه، لصقه ديال البيستولي. وماشي ضروري يكون عندك بيستولي، يعني تاخذي غير ديك اللصقه الطويله ديال البيستولي، ولكن غتشديها وتشدي بريكه غتبقاي تذوبيها وتخدمي بها وهكا غادا تجيك مزيانه، يعني بلا ما تحتاجي البيستولي. هادي هي لابواط ديالنا. شفتوا البنات راه بطريقه لي ساهله بزاف، فانا حطيتها في هذه البلاصه هذه حقاش كما قلت لكم من قبل صيبتها على حساب الكوزينه. كان هذا هو الفيديو، كنتمنى يعجبكم وخليتكم على خير ونتلاقاو فيديو ماجي ان شاء الله. سلامه.